أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج، البداية من الحمل حتى الحوت. اليوم راح نتحدث عن فترة جدا إيجابية لأبراج ما حالف الحظ، واليوم تشهد حظوظ مرتفعة. إلى مولود الحمل اليوم راح يكون من الجانب المهني، القمر في برج الدلو يوحي بإشاعات كثيرة لكنها يشير إلى بعض التوتر والفوضى، وتشعر برغبة في السفر وربما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك، لكن العاطفة فرصة للمصالحة القوية ما تقبل الشك، لكن النقاش قد يتطور وربما يتحكم، فكون جدا صبور وموضوعي أيها المولود. ننتقل طبعا إلى الصحة، اليوم تكون اضطرابات التنفس ناجم عن خلل في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب. ننتقل إلى مولود الثور، أيها الثور إذا كان اليوم عليك أخذ العبرة من الماضي والتعلم فهذا هو أمر جيد، أما إذا كنت اليوم تحب تعقيد الأمور مجددا أنت الخاسر الأكبر في هذه الفترة. ننتقل إلى العاطف، اليوم راح يكون أنه ربما تعجز عن قول ما تعلم أو نقل فكرة طبعا أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج إلى من يجد لك حلول. ننتقل إلى العاطفة، قد تضطر اليوم إلى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف طبعا المقاومة الجسدية لديك. طبعا إلى مولود الجوزاء، اليوم من الجانب المهني تحقق مشروع جدا ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتنال التهنئة من أرباب العمل، من زميل كان ربما ينفسك بشرف. وننتقل إلى العاطفة، يزول التوتر في هذه العلاقة بينك وبين الشريك، لأنك ربما هناك انسجام متفائل دائما، وتحاول اليوم الشريك أنه يزرع الأمل فيك من جديد وتعود الأمور إلى سابق عهدها. طبعا إلى الصحة، اليوم تستمر في ممارسة الرياضة المفضلة وحاول أنه تشرك الآخرين معك. ننتقل إلى مولود السرطان، من الجانب المهني أيها السرطان، اليوم يحمل لك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرح جدا ومرتاح في العمل، هناك طبعا من الجانب الآخر تنشط أكثر من أي وقت مضى. وننتقل إلى العاطفة، إذا كنت اليوم عازب أنت مقبل على تطور إيجابي، وربما تتحول الصداقات إلى علاقة عابرة في موضوع جدي. والصحة، اليوم تقلبات الطقس بين حار وبارد قد تؤثر فيك كثير، فخذ الاحتياطات اللازمة أيها الأسد. ننتقل طبعا إلى جانب المهني، لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل حاول أن تقدم وبحكمة عن سابق تحضر ودراسة، فهذا اليوم جدا مشحون ببعض القلق. ننتقل طبعا إلى العاطفة، من العوامل المفقودة هي الثقة بينك وبين الشريك، وهذا طبعا من ما يبقى الأجواء مضطربة، بعض الشيء والشكوك حاضرة دائما. ننتقل أيضا إلى الصحة، اليوم ما تحاول توتر، بل حاول أنه تمضي أوقات مريحة مبتعد عما يثير عصبيتك. مولود العذراء، أيها العذراء من الجانب المهني، تسبق الآخر اليوم بأشواط جدا كبيرة، ولابد من أنه تثير نجاحك بعض الغيرة طبعا من أوساط ما عليك سوى أنه تبقى عينك مفتوحة جيدا منعتهم. وإلى العاطفة، ظروف جيدة جدا على صعيد العواطف، طبعا ما راح تشعر بالوحدة، الحبيب اليوم مفهم وضعك وربما يساندك ويدافع عن حقوقك. طبعا إلى الصحة، اليوم ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة قد تكون حتى على سبيل المشي راجلا. إلى مولود الميزان، طبعا مولود الميزان من الجانب المهني يعيش مراحل اجتماعية جديدة ونشاط جدا غني بالمعارف الدائمة، وأيضا يبتعد عن الوحدة ويحقق أحلام كبيرة كان دائما يمكن يتمناها. لكن مولود هذا المولود من جانب العاطفة، المبادرة اللي كانت جديدة تجاه الشريك راح يتلقى إصداء جدا طيب وممتاز، اللي راح كان ربما يتوقع وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب من عندك أكثر فأكثر أيها المولود. إلى الصحة، اليوم ربما مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية راح تريحك وتنسيك مشاغل وهمومك، وأنت دائما تبحث عن فرصة قد تكون جدا بسيطة حتى تلقى نفسك وتعود إلى الماضي. ننتقل إلى مولود العقرب من الجانب المهني، ما تستعجل الوصول إلى الأهداف اللي حددتها لنفسك، قد يسبب هذا بعض المتاعب عبر الإلحاح أو غير المتوقع والمشاكل اللي قد تثير قلقك على المدى المنظور،
وإذا تنظر إلى العاطفة اليوم الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، حاول أنه تكون أكثر واقعية حتى ما تصطدم بعقبات جدا كبيرة. ننتقل إلى الصحة، ما تتهاون بالضغط، إذا كان غير مستقر راجع طبيبك بأسرع وقت ممكن وأعرف إيش أسباب هذا الضغط. طبعا إلى مولود القوس ما عليك سوى الاعتماد على نفسك، هذا من الجانب المهني، حتى تتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهد جدا كبير ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب. طبعا العاطفة، أنت اليوم طيب القلب وما تجد أي مشكلة مع الحبيب، شرط الإصغاء إلى باهتمام وتفهم. والصحة، قدر المتاعب اللي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك. ننتقل وياكم إلى مولود الجدي. أيها الجدي، اليوم من الجانب المهني راح تكون جدا مرتاح وممتن، وربما هنالك أمور وملكات جديدة، سهولة في إيصال أفكار وتوسيع أعمالك إلى الخارج. إذا كنت تبحث عن المساعدة أو الدعم فراح تواجه أي مشكلة في هذه المواضيع، ابدي الحظ يدعمك. إلى العاطفة، اليوم الحبيب يحتاج من عندك إلى أنه تظهر إلى المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك. والصحة، راح تتبع الإرشادات الغذائية اللي يقدمها الأخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء. إلى مولود الدلو، أيها الدلو، من الجانب المهني وجود القمر في برجك أمر جدا إيجابي، ما يجعلك تعيش مرحلة غنية بمشاريعها وحداثتها وبناء على صعيد العلاقات العامة والشخصية. وننتقل إلى العاطفة، اليوم تشعر أنه الشريك ما يستغنى عنك وعن العواطف الجياشة لتحقيق بعض المكاسب، حول أنه تتصرف جدا بذكاء أيها المولود كي ما تخسر القطب الآخر المهم في حياتك. الصحة، اليوم إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أنه تمارس الرياضة باستمرار. وننتقل إلى مولود الحوت، من الجانب المهني يفرض عليك اليوم الوضع في العمل تحفظا شديدا في حياتك المهنية، وكلما يتطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين. والعاطفة، ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي فيما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين. والصحة، جميل أنه تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافات طويلة، أو على الأقل ممارسة أي مجهود رياضي، لأنك مؤخرا ابتعدت كثير عن جانب الرياضة. مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. انتهت توقعاتنا وفقرتي الصباحية، بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى يكملوا باقي فقراتهم الصباحية، ونعقلكم باي باي.